بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي بناتي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي الصناعي، أهلا ومرحبا بكم. اللقاء الأول في يونت 4، cause and effect، السبب والنتيجة. cause and effect. listen and practice. pilot، طيار، تمام، بينظر إلى الأرض، شايفها صحراوية. look down at the desert. look down at the desert، يقول له انظر لأسفل وشوف الصحراء. a long time ago، a long time ago، من وقت بعيد. that land was green and fertile، الأرض دي كانت خضراء وخصبة. فرحاب قالت له what caused the fertile land to change into desert. What caused، ما هو السبب الذي جعل الفرتايل لاند الارض الخصبة to change، انها تتغير to desert into desert، الى الصحراء. فرد البايلوت قال لها high temperatures، درجات الحرارة العالية، and low rainfall، وقلة الأمطار، made the land become dry، جعلت الأرض نشفة. This allowed the wind to blow away the soil، ده خلى الأرض، خلى الرياح تهب على الإيه؟ على التربة، تمام؟ the soil اللي هي التربة، the wind اللي هي الرياح، to blow، تهب. فرحاب قالت له but the land can be reclaimed from the desert، يعني قالت له ولكن الارض من الممكن ان هي يستعيد استصلاحها من الصحراء. can't it، اليس كذلك؟ can't it. فرد البايلوت قال لها yes you're right، look down now you can see trees and the green fields. قال لها yes، نعم، you're right، انت محقة. look down، انظري لأسفل. now، الآن، you can see، يمكنك أن تري trees، أشجار، and green fields، وحقول خضراء. رحاب قالت له how did people make the desert change back into fertile land، إزاي الناس قدروا أن هم يحولوا الصحراء إلى أرض خصبة. فرد البايلوت قال لها well، حسنا، first، أولا، engineers built canals، المهندسين بنوا قنوات. القنوات طبعا يعني قنوات للمياه، which allowed water to flow through the land، التي جعلت المياه تسري خلال الأرض. then farmers planted bushes، ثم بعد ذلك الفلاحين زرعوا شجيرات صغيرة، bushes، شجيرات صغيرة، which prevented the weather، التي منعت الطقس، from eroding the soil، من تآكل التربة. ده ملخص للحوار اللي دار ما بين رحاب والطيار، تمام؟ طبعا موري لك ادي الطيار هنا، وموري لك ادي خيال بتاع الطيار، وهم من فوق بيبصوا على الصحراء، وادي البوش زي الشجيرات الصغيرة. فبيقول لي براكتس ذا ديالوج، اتدرب مرة، اتنين، تلاتة، عشرة، لغاية ما تبقى فاهم كل كلمة فيه. انت يعني تبقى فاهم الحوار ماشي ازاي، علشان ده ممكن يجي لك في امتحان اخر السنة، انك انت تكمل جملة معينة، تخلي بالك. بعد ما سيادتك بتعمل براكتس ذا ديالوج،
راجل بيطلب مني بيقول لي make meaningful sentences، اعمل جمل مفيدة، اعمل جمل مفيدة. طبعا اللي على ايدك الشمال ده اللي بنعلم عليه ده بيقول لي high temperatures، درجات الحرارة العالية، low rainfall، قلة سكوت الامطار، canals، قنوات، irrigation، الري، irrigation، الري، trees and bushes، الاشجار والشجيرات الصغيرة. هنا بقى لازم نفرق بين caused و allowed و made و let و prevented، عشان ده اللي بيهتموا بيه في الجرامر في الامتحان. يعني انا ممكن اقول ايه؟ high temperatures، درجات الحرارة العالية، caused the fertile land، جعلت الارض الخصبة ها to change into desert، انها تتحول الى صحراء. ممكن نقول low rainfall allowed the wind to blow away the soil. canals، حطيت لي طبعا تو هنا بالازرق وحطيت لي هنا from ايه بالازرق، بيقول لي خلي بالك لو انت هتعمل prevented يعني from، لو انت هتقول allow او هتقول cause لازم تقول ايه to، لازم تقول to. canals made the desert، جعلت الصحراء change back into fertile land، قنوات بتاعت المية خلت الارض تتحول تاني الى ارض خصبة. irrigation، الري، let the water، جعل الماء flow through the land، جعل الماء يمر في الارض. trees and bushes prevented the wind، منعت الرياح، الاشجار والشجر الصغيرة منعت الرياح from eroding the soil، ان هي تاكل الايه التور. وبكده نكون انتهينا من الدرس الاول سريعا. شكرا، كان معكم مستر انور اسماعيل من الاسكندرية. بسم الله الرحمن الرحيم. ابنائي بناتي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي والصناعي، اهلا ومرحبا بكم. النهاردة اللقاء الثاني مع يونت 4، ويونت 4 كانت بعنوان cause and effect، السبب والنتيجة. نشوف exercise 4 في صفحة 22. بيقول expand this notice، وصل هذه الملاحظات in four sentences، في جمل كاملة. using which، استخدم which او اربط ب which. الجملة الاولى اعطينا مثال والراجل حله، بيقول لي people destroyed rain forests، الناس دمروا الغابات. the earth became warmer، فاصبحت الارض اكثر حرارة. فعايز يربط بويتش، خد بالك التغيير اللي هيحصل في الجملة الأولى والتغيير اللي هيحصل في الجملة الثانية. people destroyed rain forests، الناس دمروا الغابات، ها اللي هي الممطرة، يعني الغابات اللي فيها مطر يعني دمروها. حصل فيها تغيير؟ ما حصلش فيها. خد بالك بقى ويتش هتعمل ايه في الجملة الثانية. which caused الذي تسببت the earth، الارض، to become warmer، to become warmer، يبقى became دي ها ماضي صح ولا لا؟ اتحولت الى to become warmer. which caused the earth to become warmer. طيب بقيت الجمل هنعمل فيها ايه؟ تعال نشوف بعد كده المثال رقم B. رقم B ده بيقول sea levels rose، يعني مستوى بتاع البحر بقى ايه ارتفع.
اللي حصل the land flooded، الارض جالها فيضان، الارض غمرت بالمياه. عايز يربطهم بايه؟ بوتش. بص معايا بقى تحت هنا، the sea levels rose، في مشكله الجمله الاولى زي ما هي، which caused the land to flood، which caused the land to flood. وقلنا هنا ده الماضي، ده بيتحول الى هنا ايه؟ ها، الى مضارع flood. طب جمله سي، earth became warmer، corals died، الكورالز اللي هي الشعب المرجانيه اتدمرت. يعني لما الارض بتبقى ها وارمر، يعني درجة حرارتها بتزيد. هنقول اف سي بقى، the earth became warmer، the earth became warmer زي ما هي، which caused the corals to die، حول الدايد الى الداي، الى مضارع. تمام. نمبر دي، wind eroded soil، الرياح ها اكلت الايه؟ التربه. fertile land، الارض الخصبه، changed into desert، تحولت الى صحراء. عايز نربط بويتش، هنخلي الجمله الاولانيه زي ما هي، the wind eroded the soil which caused the fertile land to change into desert. هنا changed، هنا change. اخر حاجة، farmers planted trees، الفلاحين زرعوا الاشجار، when eroded less soil، يعني تآكل الارض، الريح اللي بتاكل الارض قلت شوية، قلت شوية لما بنينا الشجر او زرعنا الشجر. تمام. فهيقول ايه؟ farmers planted trees، الفلاحين زرعوا الاشجار، which caused، الذي تسبب في، the wind to erode less soil، less soil يعني قلت ايه؟ نسبة تآكل التربة. اخر حاجة معانا النهاردة في الدرس الثاني من يونت 4 اللي هو في صفحة 22، في exercise 5 بيقول لي underline the correct words in italics، حط خط تحت الكلمات الصحيحة اللي مكتوبة بخط مايل. يعني دي عبارة عن مضخة، نشرحها، دي مضخة. تمام. المضخة دي مكوناتها من جوه بالشكل ده كده، في هنا هاندل، يد يعني هاندل، بستون ده مكبس بيروح كده ويجي، بيروح ويجي كده، وده فلود اوت، السائل بيطلع من هنا، وده اسمه اوتلت فالف يعني صمام الخروج، ها، وده سبرينج في ياي سوستا يعني فلود ان، والسائل بيخش هنا، وده اسمه الانلت ايه؟ الانلت فالف، وده بيحصل هنا ايه؟ بوش، لما حد بيدفعها كده. تمام. ده ملخص لمين؟ للبامب دي او المضخه دي. هنا بيقول ايه بقى؟ piston pumps can be used for pumping air or water، المضخه دي تمام او المكبس المضخه دي ممكن ان هو يضخ يا اما هواء، air or water، يا اما ماء. تمام. the pump has a handle، هي عندها هاندل اهي، يد كده، has a handle، a piston مكبس، a spring سوستة ياي، and two valves one of these in the inlet valve، واحد اسمه inlet valve، this is how it works، كيف يعمل، this is the inlet valve، ده اسمه صمام الدخول، the other valve، والصمام الاخر
is the outlet valve اسمه ايه؟ صمام الخروج. This is how it works. كيف بتعمل المضخة يعني. When you push the handle لما تدفع الهاند ديت للداخل. The piston moves in. المقبس ده بيخش لجوه. تحرك للداخل. This makes. حط خط هنا. This makes. تمام؟ حاول نحط خط احنا كمان. Causes. تمام؟ يعني اما استخدم دي اما استخدم دي. This makes. تجعل. Causes. تسبب. The pressure in the pump to increase. الضغط داخل المضخة ماله ها؟ يزداد. The high pressure. The high pressure. هنحطه خط زي ما هو قال. يا اما makes يا اما ايه؟ Causes. بالشكل ده كده. The outlet valve to open. الضغط العالي بيضغط هنا على الاوتلت فالف ده تمام بيخليه ماله يطلع لفوق يطلع لفوق اعلى كده يفتح. The outlet valve to open. The open outlet valve لما يفتح الاوتلت فالف ده allows يسمح او prevents يمنع يا اما دي يا اما دي وهو مفتوح يسمح allows وهو مغلق ايه prevents the fluid السائل to flow out of the pump انه يخرج بره الايه انه بره المضخة. When you release لما تسيب بقى انت اليد دي ها لما تسيب اليد اللي هنا دي الهاندل دي تسيبها المكبس ده هيرجع تاني كده تحت تأثير الياي ده تمام تحت تأثير الياي السبرينج ده خلاص. When you release or pull او تسحب انت المكبس ده لبره اللي يحصل ايه اللي يحصل the handle او تسحب اليد the piston moves out المكبس ماله ها يطلع لفين لبره يطلع لبره. لما المكبس يطلع لبره كده ايه اللي يحصل للضغط؟ اكيد بينزل الضغط، اكيد بينزل الضغط. This يعني لما رجوع المكبس ده لورا this prevents او makes يا اما prevents يا اما makes يا اما يمنع يا اما يجعل. The pressure fall ينخفض الضغط فجأة. The low pressure الضغط المنخفض ده بيعمل forces أو makes forces أو makes the end valve to open. لما ينزل كده ينخفض الضغط هنا يخلي الانلت فالف ماله يتفتح علشان الفيول ايه يخش. The open inlet valve let أو allows fluid flow into the pump from outside. بكده نكون احنا انتهينا من الدرس الثاني. Which greenhouse gases are increased by? يعني الغازات اللي موجودة في المساحات الخضراء من الارض بتزداد بسبب ايه؟ burning oil and destroying tropical forests بمعنى ان احنا بنحرق الوقود وبندمر الغابات الاستوائية burning oil and destroying tropical forests او growing rice on a large scale نحن بنزرع الرز في مساحات شاسعة. الصورة اللي قدام منك دي صورة للأرض الإيرث اهي تمام والخط الأبيض ده اللي عامل كده ده هو الغلاف الجو وده الجلوبال جرين هاوس. نشوف ان الأرض بيطلع منها من السيارات والمصانع
حاجات اسمها جرين هاوس جاسس، الغازات المنبعثة من المصانع والسيارات، والانرجي فروم ايرث، الطاقة الموجودة في الارض. خد بالك مساحتها كبيرة قد ايه، ما بتعديش كلها من الغلاف الجوي، ولكن اللي بيهرب من الغازات من الطاقة دي جزء بسيط جدا، سكيبين انرجي، يعني الطاقة اللي بتهرب من الارض او من الغلاف الجوي. العكس تماما، الطاقة الشمسية بتبقى كبيرة جدا وبيعدي منها جزء صغير، some reaches earth، جزء منها بيوصل الى الارض عن طريق الغلاف الجوي، جزء منها ايضا بيرتد some reflected to space، الى الفضاء. بيتكلم على مشكلة انبعاثات الحرارة وكون ان درجة حرارة الارض بتزيد. فبيسأل هنا What causes global warming؟ ايه اللي بيخلي الجو العام بيزداد درجة حرارته؟ An increase in greenhouse gases in the earth's atmosphere، في الغلاف الجوي بتزداد الغازات المنبعثة. What are greenhouse gases؟ What are greenhouse gases؟ ما هي الغازات المنبعثة من الأرض؟ بيقول the main ones، العنصر الرئيسي، are carbon dioxide CO2، ثاني أكسيد الكربون، and methane، والميثان CH4. What do greenhouse gases do؟ ايه الغازات دي بتأثر على ايه بالظبط؟ They prevent heat، هي بتمنع درجة الحرارة، from escaping from earth، انها تهرب من الارض، into space، الى الفضاء. What has caused greenhouse gases to increase؟ ما هو السبب في ان الغازات ده هي بتزيد؟ ادي بيقول الاسباب، the burning of fossil fuels، احتراق الوقود، such as oil and gas، زي بنحرق المنتجات البترولية والغازات. This emits CO2، ده بينبعث منه ثاني أكسيد الكربون. The destruction of tropical forests، trees absorb CO2. The destruction، تدمير، of tropical forests، الغابات الاستوائية، trees absorb، الأشجار بتمتص CO2، ثاني أكسيد الكربون. The farming of rice and cattle، نحن نزرع الرز وتربية المواشي، on a large scale، في مساحات واسعة أو شاسعة، this produces CH4 اللي هو الميثين، بتنتج الميثين. How quickly is the world warming؟ ازاي بسرعة ان العالم كله بتزداد درجة الحرارة بتاعته؟ The temperature of the world may raise 3.5 degree by the year 2100. بيقول لي ان درجة الحرارة للعالم ربما تزيد 3.5 درجة مئوية بحلول عام 2100. What would be the main effects on Egypt؟ ما هي الحاجات الرئيسية أو العوامل الرئيسية التي تؤثر على مصر؟ Firstly، أولا، if the global
temperature continues to raise, إذا استمرت درجة الحرارة في الارتفاع, more water in the soil, معظم المياه اللي موجودة في التربة will evaporate, هتتبخر. This may cause, ده ربما يسبب, more land to become desert, كثير من الأراضي تحول إلى صحراء. Secondly, ثانيا يعني, the sea will become hotter, البحر هيكون درجة حرارته أعلى. This may make, ده ربما يعمل, coral reefs, الشعب المرجانية, bleach, تغير لونها, and die, وتموت. How can we help to reduce global warming? ازاي احنا نقدر نقلل درجة الحرارة العالمية؟ Useless fuel and electricity, استخدم اقل من الوقود وقليل من الكهرباء. Buy more food from local farmers, اشتري كتير من الطعام من الفلاحين المحليين. Recycle, اعد استخدام, that is reuse, استخدام اعادة استخدام. Paper, الورق, and aluminium, والالومنيوم. Don't use goods, اوعى تستخدم المنتجات. Made from tropical hardwoods, التي تأتي من الأخشاب الاستوائية. ده exercise 7 معانا. بيقولي put the numbers 1 to 8, من 1 to 8 of the statements, في السياق, in the correct boxes, في الصناديق الصحيحة. In the follow chart, في الجدول الآتي. According to the information, معتمدا على المعلومات, from the passage, اللي جاية من القطعة السابقة يعني. فهو حل نمبر A, 3. Fossil fuels are burned, الوقود الصخري يحترق. وفي B هنحط نمرة 4. في B نحط 4, اللي هو rice and cattle are farmed, الرز والماشية. وفي C هنحط نمبر 1, greenhouse gases increase, هزيد الغازات المنبعثة. في D هنحط رقم 8, global temperature rises, هتزيد. في E هنحط 6, water in soil evaporates, تتبخر المياه اللي في التربة. هيؤدي إلى 7, F, 7, land becomes desert, الأرض هتحول إلى صحراء. وفي G هنحط 2, اللي هو C becomes hotter, ولما البحر يبقى درجة حرارته أعلى, هنروح ل H, حط 5, coral reefs die, الشعب المرجانية هتموت. والإكسرسايز 8, الراجل عايز يعتمد على تفكيرك. Answer these questions. Why do you think, ماذا تعتقد, that it will help, في الحاجات اللي هتساعدنا to reduce global warming, في تقليل درجة حرارة الغلاف أو الجو العالمي. If you, 1, إذا أنت, buy more food from local farmers, اللي هيحصل لما تشتري من local farmers. نمرة 2, recycle paper and aluminium, تعمل إعادة تدوير للورق والألمونيوم. And 3, stop buying goods made from tropical hardwoods, انك انت تمتنع عن شراء البضائع اللي مصنوعة من الاخشاب الاستوائية.
Number B. What do these words refer to? هذه الكلمات بتشير إلى إيه؟ Refer to. Number one. Ones. Line 5. نرجع للاين 5. لو قريت كده 1 2 3 4 5 هتلاقي كلمة ones اهي. تمام. That mean ones are carbon toxic CO2 and methane CH4. يبقى اللي بيقصد بكلمة الوانز دي اللي هو الكربون دوكسيد والميثان. بعد كده بيقول لك كلمة this في line 13. هتعد الأسطر دي هتلاقي ده رقم 13 وادي كلمة this بتشير إلى إيه؟ بتشير إلى إن إحنا the farming of rice and cattle on a large scale. لو إحنا زرعنا الرز وربنا الماشية في مساحات واسعة. This produces CH4 الميثان. آخر حاجة بيقول كلمة this for line 17. For line 17 قلنا ده 13 14 15 16 17 كلمة this. طلبات الصف الثالث الثانوي والصناعة اهلا ومرحبا بكم. اللقاء الاخير في يونت 4. يونت 4 اللي بعنوان اخذناه قبل كده كوز اند افكت السبب والنتيجة. النهاردة معنا كوميونيكيشن. كوميونيكيشن يعني التواصل بين البشر. والنهاردة هنتكلم على كتابة مذكرة اما لرئيس العمل او للزملاء او للعاملين. ثلاث مستويات من الإدارة. إن أنا بكلم اللي أعلى مني أو اللي أنا بكلم اللي في نفس المستوى بتاعي في الإدارة أو بكلم العمال اللي تحت إيدي. بيختلف الأسلوب من واحد للتاني. تعال نتفرج مع بعض ونشوف إيه اللي بيحصل وعايزين نركز في إيه في الدرس النهاردة. بيقول لي Who do you think these memos memos المذكرات من في اعتقادك ها هذه المذكرات are addressed to إليه. Match يعني وصل. The memo with the correct addresses with the correct address يعني وصل المذكرات اللي تحت دول 1 2 3 وصلهم ب التلات جمل دول ال A B C. تمام. And say why you think so. وانت كمان تقول لنا ليه انت اخترت كده. تعالوا نشوفه. واحد اسمه جلال عارف ميمو راندم يعني مذكرة كاتب مذكرة الاولى وهو عايزك تعرف اذا كان المذكرة الاولى دي اذا اتكتب لرئيسه to the manager of the company جلال's boss رئيسه يعني مدير الشركة ورئيسه ولا بيكتبها to the other supervisors in the company الى المشرفين اللي معاه زمايله جلالز colleagues and equals يعني زمايله والمساويين معاه في نفس الوظيفة. والتالتة to the workers العمال اللي هم تحت منه in section 4 جلالز subordinates اللي هم تحت ايده يعني. شوف المذكرة الاولى بقى كده وحدد دي هيكتبها لمين. هل هو للمدير ولا لزمايله ولا للناس اللي تحت ايده. عموما الناس اللي تحت ايده دول دايما بيجوا متأخرين عن موعد العمل. فهو هيشتكي للمدير وهيكلم زمايله وهيأمر مين
العمال ان هم يجوش متأخر بعد كده. تمام. فبيقول ايه؟ بيقول بخصوص الليتنس التأخير 26 فبراير 2012 سيكشن 4 بيتكلم كل دول بعنوان واحد. تمام. بيقول ايه؟ as you will be aware، زي ما انت هتكون على دراية، a number of staff، عدد من العمال اللي شغالين معاه in this section، في السكشن 4 ده او القطاع رقم 4، are habitually، يعني اعتادوا late for work، ان هم يجوا متأخرين في العمل. This must stop. طالما قال this must stop يبقى بيكلم مين؟ العمال. بيكلم العمال. Immediately in future anyone coming to work late will lose up to 1 hour's pay. اي حد هيتأخر هنخصمه من مرتبه ساعة. طب يبقى دي workers اللي هم للعمال اللي هي تاخد number C، يبقى دي تتوصل بمين؟ بسي. خلصنا من العمال، فاضل المشرفين والايه والرئيس بتاعه. نشوف اسلوبه في الميمو راندوم 2. I would like to inform you، انا اود ان اعلمك، you that some stuff in my section، بعض من العمال معايا، are habitually late for work، اعتادوا ان هم يجوا متأخرين. I have warned them، انا حذرتهم، that this should، شوف خد بالك بقى should غير هنا ايه، must امر، انما هنا بتكلم بأدب، should stop immediately. I would like to recommend، انا بأوصي، that anyone who is late for work should lose up to 1 hour's pay. انا بقترح ان اي حد يتأخر نحن نخصمه من مرتبه ساعة. اكيد ده للمانجر، اكيد ده للمانجر، ده تاخد نمبر ايه اللي هو توزع مانجر للمدير بتاعه اللي هو جلالس بوس رئيسه في العمل، والتالتة هتكون طبعا ليه توزي اذر سوبرفيزورز المشرفين زمايله اللي في الشركة اللي هم مستويين معاه في نفس الوظيفة. هيقول لهم ايه؟ As you may know، كما تعلمون، some of my staff are late for work nearly، تقريبا بيجوا متأخر every day، كل يوم. I am going، انا اعتزمت على ان انا هعمل، to cut an hour's pay from anyone who's late in future، من اي حد هيجي متأخر في المستقبل. Can I suggest، انا ممكن اقترح عليكم، that you all do the same، تعملوا كلكم نفس هذا الإجراء. Let's all do the same thing، دعونا كلنا نعمل نفس الشيء throughout the company، من خلال الشركة، فده أكيد هياخد نمبر بي، وده الصح. بعد كده بيقول لي much is the items in the chart below، وصل الايتيمز دول ببعض. خد بالك كلمة as you know as you will know، كما ستعلم، الاولانية كما تعلم، والتانية as you will know ستعلم، as you will be aware ستكون على دراية، as you may know انت ربما تكون تعلم، as you may be aware ربما تكون على دراية، I would like to inform you that، أحب أن أنا أبلغك ده، I wish to inform you that، أأمل أن أنا أبلغك ده. عايزنا نوصل ده بإيه؟ تعال نشوف رقم واحد. بيقول لك جلال think that the reader may already know، يعني جلال بيعتقد أن اللي هيقرأ المذكرة دي عارف، already يعرف the information، but he is not sure، ولكنه غير متأكد، لكنه غير متأكد. هناخد واحد فين وفين بقى؟ هناخد واحد في
as you may know, ربما تكون تعلم. عدي لها واحد هنا, خط واحد, وادي له كمان واحد هنا as you may be aware, ربما تكون على دراية. يبقى دول الاثنين دول يرتبطوا مع نمرة واحد, لان هو he is not sure ان اللي قدام منه يعرف المعلومات دي. نمرة اتنين, جلال is sure that the reader, جلال متأكد ان اللي هيقرأ المذكرة دي doesn't yet know the information, ما يعرفش ابدا الايه ال information. نمرة اتنين, يبقى هيقول له ايه, هياخد I would like to inform you that, I wish to inform you that, ده اللي هو هياخده رقم اتنين. ويتفضل عندنا نمرة تلاتة, بيقول لي جلال is sure that the reader already knows the information, يعني هو عارف ان اللي هيقرأ المذكرة دي عارف المعلومات اللي فيها. هيديله ايه بقى رقم تلاتة؟ التلاتة الاولانية as you know, as you will know, as you will be aware, ده اللي هو الماتش التوصيل. الحاجات اللي بقى كده هشرحها لك بسرعة وانت هتعملها homework. بيقول لك state whether the following expressions are formal or informal, يعني بيقول ان التعبيرات اللي جاية في كلمات بتتقال بشكل رسمي وفي كلمات بتتقال بشكل غير رسمي. Why do you think so, لماذا انت تعتقد ده؟ على سبيل المثال في ايه مثلا, في ايه بيقول لك ايه, Can I suggest that you all do the same? Let's all do the same thing. Let's all do the same thing. تمام؟ لما بيجيبها في الانفورمال, في الانفورمال دي احنا قلنا عليها انفورمال. ليه انفورمال؟ يعني ليه الاسلوب ده مش رسمي؟ Can I suggest, او انا ممكن اقترح, that you all do the same, انكم انتم ممكن تعملوا كلكم نفس اللي انا عملته. Let's all do the same thing, ده كلام غير رسمي, ده كلام مش كلام في شركة وإدارة وكده, كلام قاله بينك وبين واحد صاحبك غير رسمي. Informal, because it uses questions, يبقى هو بيستخدم سؤال, يبقى ده مش formal. تمام, يبقى ده informal. And the short form is, على سبيل المثال let's مثلا, قال لهم ايه let's, الرسمي لا let us, وما يستخدمش question. يبقى هو عايزك تقول ايه, ها الاولان ده formal ولا informal؟ لا الاولاني informal. التاني بقى اللي هو بي, I would like to recommend that anyone who is late should lose an hour's pay. طالما بادئ الكلام ب I would like to recommend, ان انا بأوصي, that anyone who is late should lose an hour's pay, ده يبقى كلام formal, ده كلام formal. See, a number of staff in this section are habitually late for work. عدد من الستاف in this section are habitually late for work. ده formal. ده formal. I am going to cut an hour's pay from anyone who's late in future. طبعا مش formal, مش رسمي. Informal, اختصر I am, واختصر كلمة who's, تمام, واختصر كلمة hours pay. آخر حاجة يقول لي answer this question, بيعتمد على تفكيرك بقى, سيبهولك ده. Which memo or memos use mainly, تستخدم أساسا formal and informal language, احنا قلنا عليهم formal والinformal. فهو عاوز يقول لك ايه, Why do you think they do this? ليه انت بتقول ان ده formal وده مش formal؟ طبعا هتقول له الاسباب اللي هو قالك هنا, اللي هو ايه قالها لك هنا, because it uses
questions and short forms على سبيل المثال زي ما قال ايه هنا let's B to whom do you normally use these words in a memo الى من انت دايما بتستخدم هذه الالفاظ في المذكرات must طبعا must يبقى للworkers اللي تحت منك تمام should بيقول للمدير وليتس بيقولها لي زمايله اصحابه السوبرفايزرز why do you think this is the case هتقول له علشان ده اعلى منه تمام وده في نفس المستوى بتاعه ودول عمال تحت ايده بكده احنا نبقى خلصنا الاربع دروس بتوع يونت 4 مع تمنياتي بالنجاح والتفوق واشوفكم يا رب كلكم مهندسين محققين اهدافكم مساعدين في بلدكم وفي بناء بلدكم الحبيبة مصر كان معكم مستر أنور إسماعيل من الإسكندرية.